السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نبدأ مقطعنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنلعب محاكي الحوادث يا جماعة، وبشكركم على الدعم في المقطع اللي فات، ومقدر قوي ومبسوط انه في ناس بدأت تفكر تفكير، يعني انه في العاب جديدة وفي حاجات كتير، دنيا واسعة غير بابجي. الناس اللي بتلعب بابجي بس ويعني معتمدة على بابجي بس بجد، انتوا يعني فايتكم كتير. والالعاب قسم انا من عشاق بابجي، بس بقول لكم المتعة في بابجي اقل حاجة في الالعاب الجديدة دي. فاحنا هنجرب النهاردة لعبة محاكي الحوادث، معانا 10 عربيات، 10 عربيات هينطوا المسبح. في ادي زي ما انتم شايفين في اهداف على 300 متر، في هدف على 400 متر، في هدف على 500 متر، كل هدف هنحاول ان احنا نصيبه بال10 عربيات، تمام؟ ونشوف انه عربيه فيهم اللي هتكسب، وكلها عربيات مشهوره ومعروفه. يلا بينا نجرب، وهنبدا دلوقتي بالسكودا. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. الاسكودا من اول مره ومن اول محاوله جابت الهدف، الله اكبر. يسعد دين الاسكودا، يسعد دين الاسكودا، كفو. عربيه جباره اقسم بالله. وبكده الاسكودا يا جدعان اصطادت اول هدف، فالعربيه اللي هتصطاد اول هدف ليها محاوله ثانيه ان هي تصطاد ثاني هدف. يلا بينا بسم الله نجرب الاسكودا ونشوفها هتوصل للهدف الثاني ولا لا. ده انا اللي احول، مش مهم، نجيب عربيه تانية. ودلوقتي هنجرب معشوقه الجماهير لانسر قرش يا جماعه، هنشوف هتوصل للهدف الثاني ولا لا. الهدف الاولاني خلاص احنا صبجينا عليه ووصلنا له، هنشوف الهدف الثاني هل هتوصل للهدف الثاني ولا لا. بسم الله. ولا ولا ولد، يا نهار ابيض، داخل على الهدف التالت يا ولد. يسعد دينك، تستاهل كمان محاولة والله، والله تستاهل كمان محاولة. لا لانتر قرش عشان عشاقها كتير، تستاهل كمان محاولة. بسم الله. يلا يلا، حرام على زرطة يا جدعان، زرطة وكتبها في الهدف، يا حرام. يلا يا جدعان يلا، معلش معلش. ونخش على الفيات يا جماعة، الفيات دي أكتر عربية بتمزج في صوتها، اسمعوا الصوت يا جدعان، بص بص، حاجة كده رايقة رايقة، عربية رايقة الفيات دي أصلا يا جماعة. اتفرج يا باشا، بص النط، اسمع الصوت، سامع الصوت يا ولد. يلا بقى يلا بقى، يا حرام ظبطتها. بسم الله ربنا يسترها وتسيب الهدف. عربية الريس يا جماعة، بسم الله، لازم تسيب الهدف دي، دي لازم تسيبه، دي لازم تسيبه لحد ايه احنا نتصاب. روحي روحي روحي، الله اكبر، صابت الاهداف، الله اكبر، ربنا يحرسك من عين، صابته صابته، صابت الهدف. ومعانا عربية كل راجل بدوي أصيل أو عربي أصيل، عربية كل راجل جدع اللي طلبت منهم الفزعة وفزعولي في التيك توك، ودلوقتي بطلب منهم الفزعة إن هو يفزعولي على اليوتيوب، وإن شاء الله هيفزعوا أحسن ناس ورجولة وناس قد كلمتهم، وهيفزعولي بإذن الله. العربية الشاصي الجامدة يا جدعان، عربية كل راجل جدع، بسم الله. يا أخي يا أخي، هتوصل 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 هتوصل، روح يا ارم. لا لا احنا بوظناها، ما جاتش صح، ما جاتش صح، ليها محاوله كمان، محاوله كمان يا جدعان، محاوله كمان. بسم الله، ايوه محاوله كمان يا جدعان، ايوه. يلا 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 يلا، روح روح روح، هتيجي هتيجي، هتجيبها، هتجيب الهدف، هتجيب الهدف ولود. يا نهار ابيض، العربيه اتدشملت يا جدعان، اوبا اتدشملت اتدشملت. نجيب حاجة تانية، حلم كل فتى مصري، حلم كل شاب مصري، الرانج روفر يا جدعان، عربيتي المفضلة وحلم، حلم المستقبل. يلا بينا يا جماعة، لايك وكومنت وسيب اعمل اكسبلور يا جماعة، خلونا نجيب العربية بقى يا جدعان والله. يا
يلا يا جماعه، والله اللي هقابله منكم لو جبتها لاخده فيها لفه اقسم بالله. ياخدي حلم المستقبل بيطير، مش عارفين نسيطر عليه. لا لازم ندوا حلم المستقبل محاوله تانية. معلش معلش ما ده ما ظبطتش. ندوا حلم المستقبل محاوله تانية. ايوه ده حلم المستقبل يا جدعان. ايوه لازم محاوله كمان. بس ايوه هدي هدي حنش، هدي هدي حنش. ياه لو كانت يمين شويه كانت جت الرنج روفر يا جدعان، الرنج روفر وجمال الرنج روفر. بسم الله نجرب اللاده يا جدعان ونشوف ايه اللي هيحصل. يمكن يا اخي يجعل سره في اضعف خلقه يا اخي. يمكن الله اعلم اللاده ممكن تعمل اهي اهي هتعمل، ممكن تعملها والله ما تعملهاش ليه يعني، هي عشان غلبانه ورخيصه والله بتاع. ابا ابا والله اللاده كانت هتعملها يا جدعان، اقسم بالله عايش. عملتها عملتها اقسم بالله عملتها يا جدعان، عملتها سكور. الله الله على اللاده وحلاوه اللاده يا جدعان، هي عربيه جيل كل جيل اقسم بالله عايش. عشاق بابجي انتوا فين؟ عشاق بابجي انتوا فين؟ جبت لكم المكلارن معشوقه الجماهير. وسع يابا وسع على المنظر والجمال، اما نشوفوها هتوصل للهدف دي. اكيد هتوصل للهدف، اكيد اكيد هتوصل. اهي يا خدي ده رايحه على الهدف اللي بعده، رايحه على الهدف اللي بعده. ولا ويك سنتي وهتلمس الهدف. نبدأ محاولة تانية، نبدأ المكان. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا اختي يا ولد ده المكان مش بتاعت الكلام ده، ده بتاعت الاهداف البعيدة دي. عاش والله المكان. عشاق الجيب يا جماعة، عشاق الجيب احضروا يا جماعة ونشوف ايه اللي هيحصل. عشاق الدفع الرباعي يا جدعان، عشاق الدفع الرباعي. بسم الله بسم الله بسم الله. الله 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 يابا دخل على الهدف اللي حصل لي التوالي ده، عامله زي اللي راسي بتاع السن. ايوه كده يا جدعان، وكده نكون وصلنا لنهايه المقطع يا جماعه. واللي عايز اي عربيه اكتبها لي في الكومنتات، والفيديو الجاي هتكون من العربيات باسمائكم ان شاء الله. احلى مسا عليكم والسلام عليكم.